غموض كبير بشأن مستقبل اللاعب المغربي وليد الكارتي مع فريقه بيراميدز خلى كتير من المتابعين يرجحوا ان الاهلي ممكن يخطف اللاعب قبل اسابيع قليله من بدايه الموسم. صحيفه هيسبورت المغربيه نشرت تقرير قالت فيه ان وليد بيؤرق بالبيراميدز، وده بعد ما طلب من اداره بيراميدز تاجيل مناقشه تجديد عقده حتى اشعار اخر، وده اللي تسبب في ازعاج اداره الفريق السماوي خاصه ان اللاعب هينتهي عقده بنهايه الموسم المقبل ومرغوب فيه من عدد كبير من الانديه، وده يعني امكانيه رحيله بالمجان. هيسبورت قالت كمان ان الكارتي على رادار عدد من الانديه المصريه والخليجيه ابرزها الاهلي المصري اللي بيراقب تطورات وضعيه اللاعب عن قرب على امل الحصول على خدماته خلال الموسم القروي المقبل. وفي حاله عدم التجديد يحق للكارتي انه يوقع لاي نادي في يناير المقبل بدون الرجوع لبيراميدز، وده بعد ما لعب مع الفريق 80 مباراه احرز فيها 22 هدف وساهم ب 16 تمريره حاسمه. السؤال لكم هنا، هل ممكن نشوف الكارتي بتيشيرت الاهلي الموسم المقبل ولا صعب بيراميدز يفرط فيه؟ سيبوا لنا في التعليقات.